انا مؤمنه بان القياده دي يعني من انقى واشرف القيادات اللي جت في تاريخ مصر في السنوات الاخيره. لانه الرئيس السيسي ده راجل عايز يخدم البلد. أيوة. وممكن يقول لنا يعمل لنا البحر طحينه زي ما بيقولوا، يقول لنا ان المستقبل وردي وانه كذا وما يهمكوش حاجه، ويستلف زي ما كنا بنستلف. على راي حد قال مره قعدنا 40 سنه ناكل على النوته. ايوه. وبعدين قلنا له سدد يا سيسي. لا، احنا دلوقتي معانا رجل امين، مسكنات دلوقتي علاج. بالظبط. دلوقتي بيقول لنا، بيشخص المرض ويقول لنا ايه العلاج. عايز يبقى التواصل اكتر، لانه انت ما عندكيش حزب حاكم كمان، انت كل الاحزاب يعني الحقيقه طلعت ما لهاش ثقل جماهيري. لانه لو هتيجي مثلا تقولي ما فيش مره طلعت الجماهير بكثافه بناء على دعوه حزب معين، مظبوط، او قائد معين منهم يعني ما فيش.